السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحرجينا يا إنت في عنتها ما لنت هذا أما هديكو تهوين أي نقطة ما أنت وفي عن أنت سكذب ووالكين عمر محمد جعل إن أمر والبو رمكينا يدنهينا كشقية برنامج كمانتا أنكو كلاني وبرنامج عصب وأنا مركي أغوهريي أد عدكيه كمقليسان بودكاستيه جوجل بلايغا إيو أبل كبا إيو وعليه يوتيوب نمغالبا طبعا ويلا سعودان لكن برنامج كان برنامج عصب برنامج كان وحو توس ولا فلقاليا أما الله هدليا دانين يغدا وحو مغوالبا كشقين دونا إنو كهدلو وحيابها تاغن واقعيغا أه إيدان يغادا أي أباهايهين برنامج كان وعطسي عدا كور أصحاب تينا أي نوصو قد بيهين أن بلاونا بودكاست أما با أن بلاونا برنامج جو لير ويغان صدن دقيقة ملاطن دقيقة صعونيسا سيدا عادقة أه بغنا أنكو ديانو فيسبوك أي إنستغرام كان نرسعوتان إن فيديو كوكوون هال دقيقة لو دقيقة أصحاب تينا أسو جيدين أولوغو عيقلنا يبلشادا lugu horumarinayo fikradahooda dhinaca diinta ha ahaato ama maadiga tababar iyo buugaag iyo waxyaabo aad u tiro badan laakiin kani wuu ka duwan yahay kani wuxuu ka jawaabi doonaa su'aalihiina ha wuxuu ka jawaabi doonaa su'aalihiina waa kala faa'iideysan doonaa wax kasto aan u baahanahay ka wada hadli doonaa martiye badan oo aan kaligii aan ahayn insha Allah ta'ala la wadaagi doonaa barnaamijkan adiga idaawanaya waxaad xaq u leedahay ama fursad ku siin doona in barnaamijkan ka dhaxadashid isla markaasina su'aalaha aniga iyo asxaabteeda aan weydiisid aniga insha Allah ta'ala waxaan ku daali doonaa mar walba in xirfadahayga iyo khibradahayga nolosha khaaska ah in asxaabteeda aan la wadaago maxaan u leedahay wadaagi waaye waxaad tihiin dad aad u qiim badan waxaan tustaan jacayl waxaan tustaan wax badan wanaagsan insha Allah ta'ala intan awoodno aan ku daali karno إن أصحابتينا وحوالبو عن أنجا نقانو أما أنبغن أما أغنهي يعني إن شاء الله تعالى لو ذاقنا سيدا عاديقة أدونك ما أنت وحقوك الله ماي واربحنا وإنفورميشن قف ماكو إنفورميشن بدن هيستو حرفديس وكبعن كرا شقوين بدن بوهيلي كرا وحياو بدن وسن أغين بوغان كرا ميلا بدن بوغاري كرا بد بدن بودافي كرا برنامج كان حق هيل وأنا حق بدنا كويل دون إن شاء الله تعالى إن أول بنا وكل دونا هرفضها شقوينك جميع السجع عيارها وأحول بقو تاجن واقعية نعدين تنعمادجة أنا قرقان كيني دين تنا صوبا إن شاء الله تعالى كطبقي دونا طبعا سان شيء برنامج كان صوّع أبلنا حكمنا تحقلين يعطسي أصحاب تينا إن شاء الله تعالى وحنا كأبو دونا جبي أصحاب تنماء كومنتيه دينا اي سؤالينا او جاوي دونا سيزو كان ان شاء الله تعالى بنامشكا وحقابكا نقد دونا هقاقة يبعارقو بلوشادا صابتو بلوشادي وحاوما لسان عالمي وقودن بي سيدي تيك توغا وارتين سوشال ميديا ان وحياو آت اتربلا مسكح دي قلبك ديدايا لخن كينا سوماليا ديدايا دين دكا سورجيدو ان سوشال ميديا هلقا اكو سيداس او قيدا ان لغو بدل برنامجكا لأ او عديق فايدة كوة واحتر كوة وإن بلاوة برنامج كان كو أيوك يحي سان هداي سوشيغي داد كبالنا سوشال ميديا وقت بالن بيقريان أفاس عويران إن برنامج الله لو كان أوكالا إيه وقفو كوريجي سنة إنتا باوك ساغن تهي إنتا عدد سعوتيد إنتا آد وحياوة كالا آد يعني ديجي ساليهد عم وقت فايدة كو إهان إي وقت لومس أه إن شاء الله تعالى برنامج كان بدل أيوكو نقن دونا أما أنتا لجعشا وناغنة وحان جعينا لو داكت برنامج كان أوشيغ جريسيد dahad aragtidina ka dhiibta su'aalina laga jawaabaya barnaamijka manan dhalinyarada waaye barnaamijka barnaamijkiina waaye walaakin umar aan soo jeedin doono insha Allahu ta'ala tabac mowduucyada waa ka hadlay ujeedada barnaamijka waa ka hadlay waxyaabahaas leedahay barnaamijka laga hadlana waxaan jecelahay waxay tahay ugu dambeyntii inaad social media ha aad nala socotid aan podcastiga aad raayiga ku soo gudbisid emailna shaahid ku soo qor doona aad su'aalina ku soo gudbin kartaan walaalayaal baaritaano badan oo shirkadda media key iyo majalooyin badan oo organization badan ay soo sameeyeen jirta oo ah waa maxay waxyaabaha keena in dad badan ay waqtigooda ku bixiyaan in ay isticmaalaan baraha bulshada waqti walba uu kobcayaa maanta waxa laga yaabaa
تيك توك إنكستو وجري لكن لو كن أفرت مكا فيسبوك بلاويس آفيرس إلا هذا استعمال كبره بلشدة ماله بلشدة كل ميسو مرول بوزيادة يعني ماك هو رأو حلقة بين هالساعة كو بحن جغتي لابس ساعة سدح ساعة هذا قفول بانا نغمد ويران سدح ساعة يو كو بحيا بره بلشدة محاكيني بلنا تكيني بره بلشدة وقت ياس اونا كو بحيان وحكا لما اهان مجلد ميديا كي وحيس قد ديني باغتان بدا كسام ياسو باغتانا ويبادين مجلوين بدن ويكسميان باغتان لكن وحاكمت سيدا عادي قادتك وحيج عليين إني وغبحينو كأوغادان تدك كالي أما أصحاب طولة أما تدك يقانان إيو حلمي ده طبعاً واغتي إنستغرام كاما فيسبوك إيو تيك توك بمانتا يو يوتيوب كفولوغ سالي سميي وحياو آد وطير بلان قفك نولوشيو كرشي كينا إيو سفراد وآد إيو بوستي بلان قف وغبحين كرسمينا إيو وحياو أو أركي تدك وحياو آساسك جعليين وحيج عليين وحيج إني وحكأوغادان تدك كالي إني وحالة وتربان كأوجالان مارك قاركود وحياوة وناكسن وقف أنا كأوجات أي تاي في عن تاي إيه وحياوة أن لا درسن ووقت لمسة يحلمته تاني قف لواتك كينيزو وحاكم ده وحياوة ده أيوة استعمالان طبعا رأي قبل شذا وحولنا قضي مال قف كست رأي جسوا كل يبان كمان سوشيال ميديا ما كافي رصيد فيسبوك أما تويتر كا أما ما نم كوا كلابا أما يوتيوب كقف والبحوا أو ذا إنه كومنت كبحية أما قف وجوابه أما رأيه وديبته أما فكره وديبته حسن وحبا ناكسن وحبا لكن بالعكس وحاجة ضد يعني ما أنت لصوفة دي سنة يعني قف عيان أما قف يعني دقن كيسة وحكوت المامان أما إسكا عاية تمية أما واحد دين تين دقن كينا كفوق إيسو مال لمدينة طبعا كشاكينا يعني كل وحين قتمال قف والبوح ومسكح دي إسكا قوحي وكسو قد بيه ينقصت أنا ضد أنا مسلمين لو باهي وحياة وناكسن أو كلية ورأيينا أنك سوقت بين صوبتو ما أنت نتقف عايسيت أكو عايسي سوشال ميديا أما حياة أنا ناكسن أددك بلوشة وشيكتت لا بد دمي بواهلي ما غنفتا دمي كقلي ما غنفتا كالي وكل جيسان دمي وكقلي لذلك ما غنما بنانا إن قفك ووقت كبحيه وأما مال كخوره وح قف دعوعية أما وح شرف لمسة أما يعني إن تقفك أحس ديس بحلمته تأول إن دواعي واي وأنا كفوجانا طبعا وحياة إيش الميديا كي وحكمت إن أنا قطع سوشيال ميديا ها مال قف والبا وكوجد بين كرو وما كوجان كرو وحياة أخباراتك دعوينك ما أنت تي في يدا أو لنا سيدا مكود من بي بي سي أركي وربحن صوصعتي كوشي يسو إن دقالة يكون بحنجرتي تي فيغا قيبها إلو قادها كالدوان إنه جوجينيس وحكال ماهان وحي أوكود بدونتا سوشال ميديا حوق ساري دونتا العاقيل وبحنجر تي فيغا وحاسو لان إنه جوجيان بلابين يعني وادريمي أهمية دي لاذا دتن ماشي اسكوي ماذين لذلك وأنا بلابانا مجو حيسالة دك يعني وعيقو كروق قادي بحلمت حلي أوبتي برنامج جدي يعني ومدى مسكحه دعوة عيي ومدى يعني مسكحه دا نيدو جبين لها أما ما أنتظرن لغشي كينا وحيابا ما لا يعني أما وحيابا دي أم فائدة لهين أما يعني قبيالة يو وحيابا دقال أما سياسة عن ميل أسعونين يبحلمت تاولا وحاد غيم إني تهي وحيابا وعن فعنين أنا لجع علينا أصحابتي الدعوة نيسو أصحابتي دوان جعلهاي وحفي عن إنا ديستان وحفي عنا مقشان برنامج في عن رسعوتا عنا جعل طبعا وقت جينا وفي عني نفتين وفي عني لكن إن نفتينا أن كبحنا وقتنا أن كبحنا وحياه ما لا يعني أو دي أن ونك سنين معنى ما هبونا أنا جانا مجعلي أصحابتي إني سداس وكلا أي سميان وإن جعلها إلى سبحانه وتعالى نحفديه برنامج كان وبرنامج قال دونه وعيقا إي وعيقا طبعا إنت أن حلقة ما أنت أن كشيكين وحن جعلها إن هل أغن أن أنيجي أريك سلفهنه إن شاء الله تعالى مركا كوات مروال با سوشال ميديا اتسو قليزيت كوغل اديغو براروسان او واعيقاغ فرينيح سوشال ميديا بحاكو اركي قف العانية قف بان لغشيغية ورر آن جرين قف فان تمية وح آن جرين سكرديغية الاو اي باذي عضو آن صح اهين لوغضية قف لخيانية دعضو ايو ارقاق حسو ايو حياو ادو تربلان ادكو اركيزيت
dad yani hadafkoo ay tahay in dhaqanka iyo diinta ay ku duulaan waxyaaba aad u tira badanaa jiro. Lidaalika adoo baraargusan gal atamyiiz waa in qof wax kala saari karaa oota wax walba aragta dhihina la soo boodin waainaan gees kal ka tuura qof kal u tuuraamay baraar ku jira wax walba aragtid fiiri intaadan go'aaminin maskaxda aysan go'aamin alleexta noqo qof baraargusan noqo gambaalka kuu shidnaado nalka hashidnaado maskaxda yani hafurnaad ibix lamida taas muhiim waay mar walbanaas bartid sababtoo haddii kale waxaa arkay waxyaaba aad u tira badan arkay maanta waa aragteen meelo badan waxaa aragteen dowlado badan ka doodayaan wararka been abuurka maxaan ka sameynaa wararka been abuurka maanta websayd badan waxaa jira dad badan waxaa jiro hadafkooda ay tahay inay been abuur kaliya faafiyaan qofaa dhintay cudurkaa faafay kanaa sameeyey 100 million saas 200 million saas kan saas been abuur dowlada isku keeni kartaa dhibaatay abuuri kartaa maanta meelo badan waa aragteen yani khalaaso ka dhaca siyaasad ama ka dhacay dilal waxaa qayb ka ahaa baraha bulshada waa been lagu faafiyey baraha bulshada waxyaaba aan jirin lagu faafiyey lidaalika mar walbo anigii adiga aan soo gelayn waa in alert aan noqonaa qof og waxa socda waxa jira haddii wax uu maqlana inuu hubsado maanta google jiro maanta facebook naftigeeda wuxuu noqday meel wax laga baaro baar adu hal qof kaliya soo geliyey ama meelo aan lagu kalsoonaan ila wareed iyo lagu kalsoonaan karin oo dee la og yahay taariikhdooda wax la mid ah ha iska aamin qofaa wuxuu soo dhigay 200 qof ku dhintay magaalada Hebel may ha sheegin qofaa dhintay waxaas may waa aragta oo kaliya ka soco haddii yani xaaladda jirt awgeeda baar aragta saxmiya majaladihii soo daabacday yaa daabacay yaa sheegay maxay tiigsanayaan iyo wax la mid ah ogow taas waa muhiim qof baraarugsan mar walba kusoo gala social media taas waa muhiim mid labaadne yani ogow mar walba dhinaca kale ee qofka qofkaa daawanaysid ama qofkaa taageeraysid yani waxyaabaha uu soo dhigaya ogow dhinac kale nuu leeyahay waxa uu soo dhigaya oo keliya inaysan ahayn noloshiisa maanta waxaa la sheegaa sida majalada majalada badan ay ka sheekeeyeen oo ay tilmaameen in dad badan soo galaya Instagramka ama soo galaya TikTokga ay markay ka baxaya Instagramka ayuu murugaysan ka baxaan sida Royal Society for Public Health ee tilmaamayso BBC Fuse barnaamij badan ay ka sameysay Al Jazeera iyo waxyaabo badan maqaalo badan The Lancet.com oo sagaas la hayo 2019 bisha Agoostana ay tilmaantay kulli maxay tilmaamayaan in yani dhibaatooyin badan dadka la soo gudboonaaday wax kale ma ahan yani maanta wuxuu ku mashquulsan yahay qof Hebel wuxuu haystaa cunto fiican uu cunayaa dhar fiican uu gadanayaa shopping uu sameynayaa meel fiican uu socdaa waxa kaas kaliya u jeedaa yani qof Hebelna wuxuu soo dhigaa oo kaliya social media waxa soo dhigaa kaas kaliya arkay ma nida wuxuu leeyahay maxaa sameeyay qiimaha la ku weyni waxa dareemi mar kale qof dadada oo kale ah aragtid maad la meel fiican socdo in adiga aadan waxa sameysan kareen qiimaha ku weyni waxa dareemi in adiga aadan waxan kulan ka garanbay qofkan wuxuu soo dhigayaa oo kaliya oo jilaya qayb ka mid ah noloshiisa kulli ma ahan laga yaabaa inuu yani adiga oo kale qofkan aadan 4 saac u haysta 24 afarka saac shopping ma sameeyo shopping gas waa nus saac ama hal saac oo la jilay oo sida filin oo kale filinka ha yani atora la dilay atora meeqa atora la dilay way soo noolaadeen meeqa laadaga la dilay way soo noolaadeen waa filin on waa jilin on marka qaarkood waxa aad u tira batay social media dad badan oo jilaya wax aysan ahayn idaalika yani naftaada hararaacinin waxyaabaha ka dhacaya social media qof walba soo dhigaya tabaan waa sax dad badan waxaa jirto oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku nimciyay waxyaabo aad u tira badan waa sax ayaa haysto laakiin adiga ka fikir sida uu gaari lahaa ama kaga fiicnaan lahaa ee wax la mid ah laakiinse in adiga ku mashquulsho kaliya maxay sameeyaan iyo guri weyn degan yihiin oo kale iyo ana guri yaraan deganahay oo kale iyo waxaas oo dhan faa'iido ma ahan taawna waxaa dareemay inay tahay waxyaabo oo di aan wanaagsaneen oo anigana aan kula jeclayn inaad waxyaabahaas aad ku mashquushid tabaan waxyaabahaasi waa muhiim in aniga wax badan ka ogaano barnaamijkan insha Allah ta'ala san sheegay wuxuu noqon doonaa mid wacyi aniga kor u qaado generation Z oo tabaan dad ugu badan dhalinyarada Soomaaliyeed ah ay generation Alpha generation usub oo ilmahiya aan xitaa wali qaan gaarin ama hatta aan gaarin taban jir aan gaarin ayuu toos u hal doonaa hadda ilma dhashay ilmaha uu hal doonaa hadda dhalinyaradu ku hal doonaa insha Allah ta'ala barnaamijka jacayshiin waxyaabaha xiiseysan insha Allah ta'ala noo soo gudbiya su'aasha
intaan u gudbin maanta aydin weydiinayo waxaan jeclahay inaan hal arin aydin weydiiyo commentigana iyo emailka aad jawaab igu soo dirtaan goormee ayaa bilowday isticmaalka social mediaha iyo meeqa saac ayaad ku bixisaa social media isticmaalka samaak social media meeqa saac ku bixisaa ila wadaag insha tacaala saan u ogaada asxaabteyda anoo mar walbo tixgelinaya ra'yigiin insha allahu tacaala iyo su-aalaha kale adinka qalbinka guuxayan waa ku soo diri kartaa emailka malafkan insha allahu tacaala ama documentigan waxaan soo geliyey waxyaaba aad u tir badan faa'iido ah yaani insha allahu tacaala maalin walba waxaan qabsan doonaa hal xaba ka mid ah waqad waqadaasi halkaasi wax ku qoran ma ogi tabcan waa anaa soo diyaariyay tabcan nafta midaan iska dooganayna kadibna insha allahu tacaala adinka idin weydiinaa hadiidi ku adkaatan isbuuca dambe ra'yigiin markaa dhageysta kadib waa ka jaawi doonaa faa'iido badan waaye malafkan wuxuu kobcin doonaa luqadda af soomaaliga ku saabsan yahay maahmaahyada oo nolosha u wanaagsan iyo khibradaha ah iyo xigmado iyo diin iyo dhiirigelin iyo waxyaaba tir badan ku jiro mawduucyo badan waa ka hadli doonaa laakiin hal xab aan soo qabsano waxaanu qaatana ma ogin tabcan waa kan su-aasha koowaad waxaa ku qoran halkan ul jiifta ma jabto waa xikmad waa maahmaah soomaaliyeed ul jiifta usha jiifta ma jabto adiga markaad hadalkaasi ama xikmaddaas aa maqashay maxaa ka fahantay ul jiifta ma jabto tabcan markaan dhegeysto ra'yigiina iyo su-aalihiina ayaa insha allahu tacaala yani waxa ani ka fahmana aan sheegi doonaa isbuuca dambo laakiinse maanta su-aasha saddexda su-aal waxa waaye goorma bilowday isticmaalka social mediaha meeqas ayaa ku bixisaa isticmaalka social mediaha saddexaad ul jiifta ma jabta yani xikmadaasi maamaha soomaaliyeed maxaa ka fahantay insha allahu tacaala commentiga nagu dhaaf ama nagu rabi insha allahu tacaala ra'yigiina isbuuca dambo ayaa insha allahu ka jawaabi doonaa asxaabta aan rabay inay commenti ku jawaabaan emailkaasi ha ku soo diraan insha allahu tacaala waa idin jeclahay meel aad joogtaan ilaahay subxaanahu watacaala anagana xifdiyo da'deenii cumrigiin cumri fiican oo wanaagsan ilaah subxaana watacaala ka dhigo dan mustaqbal fiican ilaah subxana watacala hana siiyo waa maasantiini mar kale assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asxaabta aan nagala soconi bodkastiga iyo wix lamid ahne bodkastiga linkiga hoosa soo dhigi doona insha allahu tacaala nagala socda googleka ama bodkastiga apple guuleysta intaa iyo mar kale aan isku arki doona insha allahu tacaala ayaanoo ballan ah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته